يعني يغطي هذه النشاطات وقلة قليلة من القنوات اللي تغطي هذا الأمر، لا سيما القناة الحكومية اللي هي العراقية. ما عندكم جيش إلكتروني؟ هي مو قضية جيش إلكتروني بالفعل الوقت الحالي يحتاج إلى جيوش إلكترونية. تستثمرون طاقات الشباب؟ نعم لكنه بالفعل يعني اللي يتكلم الأستاذ حسين حقيقي، المشكلة الحقيقية الآن الجيوش الإلكترونية مهما تعمل، مثلا أستاذ حسين يمكن قريب بعض الشيء على الوزارة، على السيد الوزير يعرف تقريبا كثير من النشاطات، هو كشخص مثلا ميولة رياضية بالتأكيد قريب، لكن أنا الرياضة يمكن أكثر هذا الموضوع شخصنا بداية حديثنا. لا بالعكس، أنا ما أقول لك الرياضة، لكن الرياضة طاغية على نشاط الشباب أكثر من الرياضة.